أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا زال الحديث موصولاً ومتصلاً بما سبق في هذه السورة العظيمة، سورة الحكمة أو سورة لقمان الحكيم. ولذلك لاحظوا العطف: ولقد آتينا. إذن قصة لقمان مرتبطة بما سبق، فهي معطوفة على أي شيء؟ ولقد آتينا، معطوفة على ومن الناس، على قصة النضر بن الحارث الذي يأتي ويتصور ويأتي ببعض خزعبلاته وقصصه ويزعم أنها حكمة ليضل الناس أو يضل هو أيضا. إذن الواو عاطفة على ومن الناس. وأيضاً جاء التأكيد في قصة لقمان الحكيم، فقال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا، التوكيد هنا أن هذه الحكمة لها شأنها. ثم لاحظوا آتينا، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو المؤتي وهو المعطي. وقد جاء الامتنان في الإيتاء بقوله: ولقد آتينا، في 15 موضعا في القرآن، لكن جلها لموسى في المنة عليه بإيتاء الكتاب. جاءت في 10 مواضع لموسى، وجاءت لداود ولإبراهيم ولسليمان وللقمان. فولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن هذه الآيات كما ذكرت جاءت في قصة، أو هذه المواعظ أو الإيتاء جاء مع هؤلاء الأنبياء، ثم جاء مع هذا الرجل الصالح. طبعا وقع خلاف، هل هو نبي أو رجل حكيم صالح؟ والصحيح أنه رجل حكيم صالح، وجاء في بعض كبار الآثار، لكن لم أقف على سندها، حديث ابن عمر، لكني لم أقف على سنده في أنه ليس بنبي. والقول الكثرة الكاثرة من السلف أنه ليس نبيا، وإن كان روي عن عكرمة أنه ذكر أنه نبي، لكن لم أقف، وأيضا عن الشعبي، لكن لم أجد من قال بقولهم من علماء السلف. كما قلت لكم، وهنا أحب ملاحظة: ترى بعض الصوفية يبنون على مسألة الحكمة هنا، ويقولون نعم، يثبتون أنه ليس نبي، فيقولون إذن بعض الحكماء والأولياء أفضل من الأنبياء، مثل ما قالوا في قصة الخضر، قالوا ولي لكن تبعه نبي. ولذلك عند غلاة الصوفية، غلاتهم يرون أن الولي أفضل من النبي. مقام النبوة، يقول قائلهم، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. دون الولي، عندهم الولي أعظم، بدليل أنهم يقولون فيقولون. ولذلك بعض مشايخهم عندما يكون الجهال جاهل يقول: أوتي الحكمة، أعطي الحكمة، وآتيناه من لدن علما، فيستدل. وهذه من ضلالات بعض الفرق الضالة، عندما تأخذ بمعنى مشتبه وتترك الآيات الواضحة وتسلك سبيل الشبهات. فليس هذا حجة، الله عز وجل قاله: ولا بد من علم
وحكمة، ولقد آتينا. ولذلك أيضا كان قاضيا، يعني هو كان قاضيا، كان عبدا حبشيا وكان يباع ويشترى، ولكن الله عز وجل رفعه بهذه الحكمة. نعم، قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكما قلت لكم، الحكمة فسرت بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله عز وجل في الآية، تأملوا فيها: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فكأن الشكر هناك ترى ارتباط بين الحكمة والشكر، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. فمن أوتي حظا من العلم ومن الحكمة ينبغي أن يكون من أكثر الناس شكرا لله وحمدا وثناء عليه، ينبغي أن تكون هذه حاله من محمدة الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر، وكما قلنا، بل قيل رأس الحكمة الشكر، رأس الحكمة، كما أن رأس الحكمة مخافة الله، فكذلك والشكر مرتبة عالية. اللي يخاف الله ما يشكر، هذا لابد. الذي يخاف حقيقة يشكر الله عز وجل، ويتضح هذا الشكر. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن يشكر فإنما، لأن عائدة الشكر هذه يا أخوان، قد يقول قال: شلون إذا شكرتني يرجع لي؟ نعم، تجدون يا أخوان الشاكرين الحامدين عندهم طمأنينة، والمتذمرين الكافرين بالنعمة، لا أقول الكفر، لا، الكافرين بالنعمة تجدهم في مقت دائم. تجد بعض الناس في نفس التفاؤل وفي نفس الشكر في نفس القناعة، وإذا أعطي أقل شيء الحمد لله اللهم لك، فتجد هذا مرتاح نفسيا، فكأن عائدة الشكر عليه. لماذا؟ لأن حكيم ينظر أن هذه الحياة بلغة، وأن ما جاء فيها يكفي، ينظر حقيقة، لكنه هو ينظر للحياة الحقيقية. الحياة الحقيقية هناك، البقاء هناك، الخلود هناك، النعيم الذي لا ينفد هناك. أما هذا فأي بلغة يحمد الله عز وجل عليها، فيحمد الله، ولذلك يورث حتى لو كان عنده ضيق بذات اليد فشكر كأنه ملك. ولذلك بعض الناس يملك وهو لا يملك، وبعض الناس ما يملك لكن يملك الطمأنينة. وألفت النظر لفتة كفائدة، خطب الشيخ صالح بن حميد حفظه الله في خطبة عيد رمضان، فتكلم كلاما جميلا أريد بعضكم يرجع له، إنما قال: من الناس من يملك أفخر الساعات لكن ما يملك وقت، ومن الناس من يملك أفخم الأمكنة للمنام لكن لا ينام، ما يجي نوم، والآخر يملك أقل مكان لكن ينام. أيهم المراد، المكان ولا النوم؟ كل الناس يبحثون عن النوم، هو ما حسن المكان لأجل ينام لكن ما ينام. إذن كن عندك قناعة للنظر في حقيقة الأشياء، والنظر كما قلنا في حقيقة الأشياء هي الحكمة، ولذلك من أوتي الحكمة شكر، ومن منع من الحكمة كفر. فاسأل الله عز وجل دائما، والإنسان قد يقترب منها كل ما شكر. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. كثير ما تتكرر صفة الغنى مع الحمد، مرتبطة الغنى والحمد لله سبحانه وتعالى. ومن كفر فإن الله غني، ولذلك سليمان: ومن شكر قال فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. ثم بعد هذه المقدمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الله عز وجل: وإذ قال، بدأت الوصايا وبدأت الحكم تخرج من هذا الحكيم، ولنتأمل في هذه الحكم. والله عز وجل هو المؤتي، يؤتي من يشاء سبحانه، آتاه الله عز وجل هذه الحكمة. وأعظم حكمة بدأ بها ونريد أن نتمثل بها في أنفسنا وفي حالنا مع أهلنا وفي دعوتنا، أنه قال لابنه بهذا التلطف والتودد: يا بني
ناداه بهذا التصغير والتحبيب ويكرر النداء: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو بظلم عادي، هناك ظلم قد يكون معتاد، لكن هذا ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما كان في حديث مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن. يعني من آمن لبس إيمانه بظلم ليس له أمن. فشق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح عندما قال: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم، وليس ظلم عادي، بل هو أظلم الظلم وأشد الظلم. ولذلك ترى في القرآن ظلم وأظلم، فهو من أشد الظلم ومن أعظم الظلم، وخاصة أنه وصف على الظلم بالعظمة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا أيضا إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، والوعظ يا أخوان هو الكلام الذي فيه تخويف، فيه تذكير لكن معه تخويف، فيه تذكير وتخويف، بدليل أنه قال: إن الشرك لظلم عظيم. والحكيم يا إخوان حقيقة هو الذي يبث أهم الأشياء في أهم المواقف، يعني بعض المواقف يعني تحتمل. فعندما جاء مع ابنه مع أخص الناس به حذره، وإن كان قيل إنه كان عنده شيء من الانحراف في هذا الباب، لكن لا يهم. إبراهيم قال في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ففي الخوف من الشرك ينبغي أن يكون حاضر في أذهاننا وفي تربيتنا لأبنائنا وفي دعوتنا، بل يكون أساس دعوتنا البدء به والتحذير منه. ولا نقول للناس إنهم يعني نحن في قرن متقدم وابتعدنا عن الناس، لا، يقع الناس وللشرك أشكال وللشيطان أشكال، ولذلك ينبغي دائما أن نحذر منه. إذن وهو يعظه، إذن الذي يبدأ يلزم من ذلك، الذي يبدأ بغير دوع التوحيد وبغير النهي عن الشرك أنه مو بحكيم، وإن كان يدعو لكن ليس حكيما. في دعاة حكماء في دعوتهم، وفي دعاة غير حكماء أو تنقصهم قليل أو كثير من الحكمة. فالحكيم كل الحكمة أن يبدأ بهذا الظلم ويبعد من يحب عن هذا الظلم العظيم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن يغفر لما دون ذلك لمن يشاء. ما نبدأ في دعوتنا بفضائل الأعمال وبعض الأمور والأمور لا زالت عندنا كثير من الانحرافات، لا، لابد من البدء بالرأس وبالأهم، ثم بعد ذلك تأتي، وكما يقال التخلية قبل التحلية. تحلي ومسألة فاسدة، فمهما حليت يبقى أن هذا ما تضعه من خير في هذا الإناء المتسخ ما تبدو ثمرته، لكن خلي ثم بعد ذلك حل. نعم، إذن مهمة الدعاة أن يكون من الحكمة أن يبدأوا بهذا الأمر، ويبدأوا كذلك بالأقربين، لأن هذا أيضا بدأ بذاك القريب. وأصل يا أخوان أصل فساد من ضل إنما جاء من باب إيش؟ من باب يا الدهرية أو من باب الشرك، إما الدهريين الذي ينكرون وجود الله عز وجل أو من باب الشرك. فهذا أساس ينبغي، وخاصة عندما نكون في بلاد الإسلام، ربما يقع عند كثير من ينتسبون إلى الإسلام قليل أو كثير
من هذا الانحراف، فنجتهد جهدنا في تصفيته وبيان الحق. إن الشرك لظلم عظيم، ظلم، هذا الظلم اتضح في أي شيء، ظلم للخالق، لأنك ظلمت الخالق فشكرت غير الخالق وأديت العبادة لغير الخالق، وظلم لنفسك لأنك حطت من نفسك، بدل أن ترتفع إلى السماء هبطت إلى الأرض، بدل أن تقول يا الله قلت يا فلان، بدل أن ترتفع بوجهك وتسجد الواحد الأحد سجدت لحجر أو لشجر أو لبقر أو لغير ذلك. وكذلك ظلم للحقائق، هذه ما هي حقيقة هذا الكون بهذا الخلق العظيم، لمن؟ ما شأن فلان الولي؟ الولي راح بولايته وبأعماله وبخيره، لكن أنت ما شأنك وإياه؟ اتجه إلى رب هذا الولي الذي رفع هذا الولي وأعزه. إذن ينبغي أن نلتفت إلى ذلك وأن يكون لنا في ذلك نصيب بل أنصباء. بعد ذلك هنا في الوصايا، بعد أن وصى يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، بعد ذلك تأتي آية الإيصاء وهي الآية 14، قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي، وإن جاهداك على أن تشرك، لاحظوا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية هذه أولا هذا الإيصاء الذي جاء في الآية، يعني لاحظوا آيات الوالدين جاءت في الأحقاف وفي العنكبوت وفي هذه السورة كلها بنفض الوصية، والوصية أشد من الأمر، وجاءت في الإسراء بوقضى، يعني قضى يعني حكم وانتهى الموضوع، وهنا وصى ويدل على أن الأمر يحتاج إلى مزيد من العناية والوصايا. أنا أمرك بأمر، لكن لو كان أمر أهم أقول لا تنسان اللي وصيتك عليه لأن الأمر يهمني. ففي الإيصاء أمر وتشديد في الأمر، فقال الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا. هل هذا الكلام من كلام لقمان في الآيات أو من كلام الله عز وجل؟ قيل وقيل، على كل قيل وقيل، وإن كان الأقرب أنه من كلام الله عز وجل. يعني تأملوا في سياقه، تأملوا في السياق، انظروا في سياقه، ها يعني السياق ووصينا نون العظمة، ها يعني ضمائر العظمة تدل على أن الله وصينا الله عز وجل، يعني سياق الآية يدل على أنها من الله عز وجل، وإن كان بعضهم قال هي من الله ولكن أنطقها على لسان لقمان فذكرها لقمان كما أوحى الله عز وجل. على كل مرة يعني سواء كذا أو كذا، لكن هذه جاءت في ثناياها وهي العناية والرعاية بالوصية. لكن قد يقول قائل وأنا أقرأ في الآية أجد أنها مشتبهة مع آية الأحقاف ومع العنكبوت، وخاصة مع العنكبوت. بعض المفسرين قالوا هذه الآية نزلت في شأن سعد، بل كثير من المفسرين قالوا نزلت في شأن سعد. طيب وآية العنكبوت؟ من المقطوع بها أن سورة الآية العنكبوت وهي قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم. هذه في العنكبوت، ايش الخلاف؟ هنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هناك حسنا، هنا على أن تشرك، هناك لتشرك. وأيضا خلنا نقارن بينها وبين ما جاء في سورة العنكبوت. الصحيح أن الذي جاءت في العنكبوت هي التي جاءت في سعد، أما هذه فجاءت ابتداء. وش الدليل؟ من يستلتمس لي؟ من يلتمس؟ أيهما أشد في الاستعطاف؟ آية العنكبوت. طبعا قصة سعد حتى يمكن بعض الإخوان ما يعرفها، قصة سعد لما أسلم قالت أمه والله سعد ما بيقص، والله لا، وكان بار بأمه
والله لا آكل ولا أستظل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك. قال يا أم ما تعرفين مقامك مني وحبي لك، لكن والله لن أرجع عن ديني، لو بقيت ما تأكلين، لو كانت لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت هذا الأمر. فلما شعرت صامت في اليوم الأول والثاني ثم عرفت أنه فرجعت. أيهما أشد أو مناسبة في قول سبحانه وتعالى وصين الإنسان بوالديه حسنا؟ طبعا كما قلت لكم يكاد كل المفسرين يقولوا أن آية العنكبوت قطعا أنها نزلت، وحتى الذين قالوا آية لقمان قالوها بدون تدقيق في المسألة، وهذه من المسائل اللي ينبغي الطالب علم يحررها. بعضهم قالوا هكذا يعني نقلا بدون روية، لكن جميع المفسرين ذكروا آية العنكبوت في سعد، وبعضهم قال هنا، بعضهم قال تكررت بدون تدقيق في المسألة، لا ما تكررت، بدلالة تلك أخف الاستعطاف. أخف الاستعطاف أيها؟ أي اللي هي حقت اللي نزلت في شأن سعد آية العنكبوت. قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا، ولذلك لو سألك سائل قال لماذا قال حسنا ها وصينا بوالدي إحسانا، أيهما أحسن حسنا ولا إحسانا؟ إحسانا أبلغ، إحسانا أبلغ. ثم قال هناك لتشرك بي، هنا قال على أن تشرك، أيهما شد على؟ لأن أصلا سعد كان عنده قوة إيمان، ما هي مصارعة المصارعة القوية، ما قدرت عليه لتشرك. وهذا من عظمة القرآن في دقة التعابير فيه. وفي العنكبوت ما ذكر أن حملته كره ولا وهن، الكره ما وين جاء فيه؟ في الأحقاف ها؟ فما استعطفت، ما ذكر الاستعطاف هناك، يعني عشان يحل لك الإلغاز في هذه الثلاث الآيات لماذا اشتبهت واختلفت. الآن اتضحت؟ اتضحت الإشكال؟ إذن هذه السورة، هذه الآية الصحيح أنها نزلت ابتداءً يعني من زيادة الإيصاء. طيب وش علاقتها بالحكمة؟ يا إخوان أنا تأملت آيات الوالدين في القرآن وجدت أنها توصي باثنين، بعموم الوالدين وباثنين. ها من منكم صاحي بعد الظهر ويصحصح معنا ويعطينا هالموضعين، سواء في الإسراء أو في الأحقاف أو في لقمان؟ السؤال، الإيصاء بالوالدين عموما مطلوب ولا بد منه، لكن تشتد الوصية بوالدين اثنين. حال الكبر أحسنت، حال الكبر نعم أحسنت، تشدد على حالتين من عظمة هذا الدين، حال الكبر لأنهم يحتاجون، ولكن ما يبلغن عندك الكبر، دققت الآيات فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تنهرهما وإيش معناته تنهرهما؟ يعني تصايع عليهم؟ لا، قالوا العلماء لا تنهرهما لمصلحتهما، كأن يكبر فيرفض أخذ الدواء، شيء لمصلحتهم تقول لا يسوي شيء يسوي ومصلحته ما عاد يعرف، لا تنهر حتى في هذا الحال، فتقول لهما أف ولا تنهرهما التدرج، وقل لهما قولا كريما، يعني اختر أحسن الكلام، ما تناديه باسمه. وبل قال بعض أهل العلم من خاطب نادى والده وهو ينظر بعينيه له، هذا نوع عقوق لازم تنزل راسك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ها، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل، مو بجناح الرهبة ولا الرغبة، جناح ذل، لأنه ممكن يكون غني تخفض له جناح تبغى منه، جناح الرغبة لا، أو قوي إذا خالفته يا ويلك، فجناح الرهبة لا، جناح الذل، وجناح الذل ومن الرحمة بعد، بعد كل القيود ثم ولا عجزت كل رحماتك جبتها، استعن برحمة الله إذا قدر، خلصت كل رحماتك وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، هذا في حال الكبر. وتأتي الآيات الأخرى أيضا فتنص أيضا لعموم الحالة وتخص حال الكفر، الله أكبر، حتى حال الكفر. ولذلك جاءت في سورة الحكمة حال الكبر، حال المخالفة في الدين، لأنها من الحكمة. كيف تكون الحكمة في معاملة الأب الكافر؟ ما هي بمسألة أنه يعني هذا دين عظيم يا أخوان، حب دين على الكافر خلاص، ولو أنه أبوه، لا، والد أو والدة له حق. بل قال بعض فقهاء المالكية وتحتاج المسألة لتحرير، ذكرها ابن عطية،
قال بعض فقهاء المالكية إذا كانوا يعتقدون بحل الخمر وهم كفار وصاحبهم في الدنيا معروفة وطلبوا منك تعطيهم، هم يعتقدونه حلة إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. فإذا يا إخوان قال وصاحبهما في الدنيا، إذا وجه الحكمة في مجيئها هنا في قضية كيف يمكن، طبعا الحكمة عموما في التعامل مع الوالدين، والحكمة عندما يخالفون. طيب إذا كان يقال لمن خالف في الدين وله مخالف عادي، قال الله عز وجل في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني على أول شيء كلمة جاهداك شو معناتها؟ لا يعني إنهم في مغالبة استمرار وجهاد وفي قهر وفي غلبة، يعني مو بحاول، هو محاولة عادية، جاهداك وجاء بلفظ على أكثر من لام، على يعني يريد أن يعلون عليك على أن فلا تطعهما وصاحبهما واتبع صاحبهم، لكن المنهج الآخرة في الدنيا معروف وفي الآخرة اتبع سبيل من أناب إلي. إذن الحكمة، كل الحكمة في كيف أن الإنسان يؤتى الحكمة أيضا. فإذا كان هذا يقال في مقام من جاهد، فكيف يقال في مقام الموحدين والصالحين والمؤمنين؟ يعني كيف تصاحبهم؟ أحسن من المعروف. بل يا إخوان أنا أريد من طالب العلم أن لا يكون فقط في المرتبة العادية، بل يكون في أعلى المراتب من الدقة والرعاية والإحسان غاية الإحسان للوالدين، يكون دقيق حتى لو كانوا كافرين، بل قد يسلمون بهذا السبب. يكون عندك دقة ورعاية وتقدير. كان سفيان بن عيينة يقول لما مات أبوي بقيت سنة ما أدعو لنفسي، نسى نفسه ما يدعو لنفسه. ويقول الصحبة بالمعروف، ها يقول من أدى الصلوات الخمس فقد أدى حق الله عز وجل عليه، ومن دعا لوالديه في كل صلاة فقد أدى حقهم في كل صلاة. إذن ليست القضية يا أخوانا، ينبغي الإنسان أن يهتم ويدقق، ولا أن لا نكون كعوام الناس في تعامل، لا تعامل راقي وخاصة مع الوالدة. ولذلك هنا يأتينا أيضا قول سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، يعني الآية كأنها كما قال بعض المفسرين تشير إلى أن حق الأم أعلى، ما ذكر حق الأب والده. وحتى الوالد سمي الوالد والدا مع أنه لا يلد، الوالد يلد، أقول لك كيف حال الوالد مع أنه أبوك مو بيولد، هو يولد له لكن لا ما يلد، لتعظيم حق الولادة، الولادة دي مهمة. ولذلك إذا جاء في مقام الاستعطاف في القرآن يذكر الوالدين، وإذا قام مقام القروش الأبو الأبوة، في مقام الوصية ولا شيء أبواه ها يجي، إذا جاء في القروش والتوزيع ممكن يجيب الأبو، لكن في مقام الوصاية والوالدين صار الرجال تبع الحرمة، صرنا تبع الأمهات مع أن الوالد ليس والدا. ولذلك قال الله عز وجل وصينا الإنسان حملته أمه، فالحمل مهم والولادة مهمة، هذا حق ثاني. والفصال، الفصال أصلا الفصال وقت الإرضاع مهلك للأم، وأشد منه عندما هذا الرضيع يتركها تتألم ويتألم هو، فهي أيضا شديدة عليها مع أنه يؤذيها، لكن هي رحيمة. ولذلك كان حقها، قال النبي أمك ثم أمك ثم أمك أربع، ثلاث مرات في رواية مرتين، ها ثلاث في رواية أربع، ثم أبوك ثم أدناك أدناك. فإذا حق الأم. وإن كان بعض أهل العلم قالوا بالنسبة كما سئل الإمام مالك لما سئل عن مسألة أيهما أقدم، يعني قال أحدهم إن أبوي إن أبي طلب مني أن أأتي إليه في بلاد، إن أمي طلبت مني أن أأتي إلى بلاد السودان وأبي رفض، فقال أطع أباك ولا تعصي أمك. يعني الإمام مالك ما استطاع يفتيه في أنه يعصي أحدهما، كأنه يقول حقهما، حاول أن تراعي حقوقهم. والواحد أيضا يسوي صراعات بين أمه وأبوه، يقول أخذنا الدرس الفلاني وحق الأم أكثر، وإذا جاء عند الأبو يضيق صدره يقول له ترى مالك إلا حق ربع حق أو ثلث حق، ما ينبغي أيضا هذا.
لكن يبقى أن لماذا، طيب لماذا أوصي بالأم؟ لهذا الذي وقع منها من الحمل، وكذلك لأنها ضعيفة، الأم فيها الليونة، الأب بعض الأحيان يأخذ حقها كاملا غير منقوص بقوته بشخصيته، لكن الأم، ولذلك أيضا كن مع الضعيف أضعف، أما الأب ولو كان قويا فكن معه ضعيف، لكن كن مع الأم أضعف كذلك. نعم، إذن هنا انتبهوا لهذه المسألة. طيب، جئنا إلى بعض النقاط، وداي قل أن هذا التذكير لمزيد من التأكيد على حقهما اعتمادا على ما يلاقيه من اللين من الأم بخلاف الأب، فإنه قوي وفصاله أيضا، ننتهي منها. قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، وانتهينا أيضا من هذا. ولذلك يقول بعض السلف لا تجد أحدا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، أي واحد عاق سبحان الله تسد فيه جبروت وغلظة وفيه شقاء، في شقاء في نفسه وفي حاله، دائما شقي في نفسه. ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم، طيب، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، قلنا أيضا عرفنا المعروف، واتبع سبيل من أناب إلي، هنا في الآخرة. ثم بعد أن الوصية الأولى قلنا يا بني لا تشرك بالله، ثم الوصية بالوالدين، ثم بعد ذلك تأتي وصية الحذر، الحذر من ظلم الله بالشرك أشد الظلم، والحذر من أقل الظلم وهو أقل الظلم. قال يا بني اقرأ الآية، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، لاحظوا، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. بعد أن حذره من أشد الظلم حذره من أقل الظلم، الحكمة مو بس يعني بعض الناس يعني يركز، طيب لا تشركون يا أخوان، لكن معليش لو انحرفت لو فعلت، هذا ليست بالحكمة. بعض الناس يجي للإنسان يقول له، يقول لي يا أخي أنت تصوم لك ما تصلي، يا أخي لا تصلي، هذه حكمة؟ هل هذا كلام صحيح؟ هذا غلط وبعد عن الحكمة. يا أخي قل له ما دامك وفقت وبارك الله فيك وصليت، ها أكمل وصمت أكمل ذلك بالصلاة، أما أنك تأمره. وأوضح بعض الناس يركز على التوحيد والتوحيد ثم أيضا يترك الأشياء الأخرى، لابد، لكن البداية والأمر الأهم، ثم بعد ذلك جاءت هذه التوصية الدقيقة اللي كأنها صورة تمثل أمام هذا الإبن منذ نعومة أطفاله، ويتأمل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، هي أصلا حبة خردل، وتكون أيضا هي أصلا خفية وتختفي، ومع ذلك يأتي بها الله عز وجل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ويا إخوان نحن نقول هذا الكلام، وينبغي أن نكون في عصرنا هذا مع وجود وسائل التقنية أكثر إيماناً من الآباء والأجداد، لأن أصبحنا نشوف أجهزة التقنية تراقب وتحقق وتدقق في مسائل في البنوك على هللات وأجزاء من الهللات، وين راحت وين جت، وعلى المستودعات، ورقابة صوتية ورقابة صورة ورقابة حساب، هذا في مصنوعات البشر، وتأتي به في لحظات، أريد مثلا ميزانية البنك الفلاني في لحظات وعنده مليارات، تأتي بها تقريبية ولو ينقص منك ريال يتضح عندهم، هذا في صنعة البشر، فكيف بصناعة الله؟ إذن وعنده مفاتيح الغيب، ولذلك لما قال في نهايتها ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، عندكم حاسبات سريعة لكن هناك أسرع الحاسبين، عندما قالوا عنده مفاتيح الغيب لا يعلم، وأعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فيك، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل ثم إليه مرجعكم ثم
ثم إيش بعد ذلك؟ أرسل عليكم حفظة، حفظة الكتاب حتى إذا جاء أحدكم ها؟ وهم ثم ردوا الحفظة، خلاص سكروا الكتب، الكمبيوترات سكرت، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسبين. يعني جدك من أول ما شاف الصورة تصور وتحفظ الصورة، ولا الكلام يحفظ، ولا الهللة تحفظ. الآن أنتم يبغي أن تكون عندك يقين، هذا البشر بعجزه وضعفه استطاع أن يفعل هذا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا نوقن بهذا، وحتى ونحن نخبر الأبناء نبين لهم تعال يا ولدي الحاسب يسوي، أنت تقول يا ولدي الحاسب ترى يغلط في الحساب، يضحك عليك ولدي، تقول الحاسب ما يغلط، طيب وربي يغلط وربي يترك سبحانه؟ إذا وعنده إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات، وش اللي تكون حبة؟ يعني المظلمة، يعني أي ظلم ومظلمة مهما قلت فهي عند الله عز وجل مثقال حبة. وأيضا يأتي مثقال ذرة في القرآن مرتين، مثقال ذرة مثقال حبة من خردل، وكلها خفية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن المثقال يؤتى به، وإن كان بمثل هذا الاختفاء وفي مثل ذاك الخفاء، فالله عز وجل جاء به. إذن كما سبق قلنا الله عز وجل حذر من أعظم الظلم، وهنا يحذر من أقل الظلم، مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن هي مثل في الصغر والخفاء، وجعلت في صخرة، قال الله عز وجل إذن هي خفية واختفت، واختفت في موضع صلب، لكن يأتي بها الله، خفية واختفت وفي موضع بعد محصين، فتكون في صخرة أو في السماوات هباء، السماوات كبيرة لكن يأتي بها الله عز وجل. يعني لو أنها صغيرة بعد في محل محفوظ يمكن نجيبها، ها؟ لكن الله عز وجل ينبغي أن يكون عندنا هذا اليقين. نعم، والإتيان كناية عن التمكن، وهو هنا قال يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، أيضا جاءت في هذه الآية. ثم قال سبحانه وتعالى يعني هنا، نعم لا، في قول سبحانه وتعالى لطيف خبير، يعني قيل لطيف باستخراجها خبير بمكانها، عشان لطيف خبير، الخبير تأتي في اللطف في الاستخراج، يعني الشيء الصغير قال لا يلطف، الله عز وجل لطيف سبحانه، لطيف في استخراجها، خبير سبحانه وتعالى بمكانها. ثم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعد أن 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 وضع في رأسه أصول الاعتقاد، سواء في الأمر الكبير وهو الشرك أو في الأمر الصغير وهي هذه، بعد ذلك جاءه لأصول العمل. هي ما مسألة بس إيمان ورأس يوضع فيه معلومة، لا، أيضا أصول العمل، أصول العمل. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن بعد أن بدأ، انتهى من هذا أصول الاعتقاد، بدأ في أصول الأعمال، بدأ في أصول الأعمال الصالحة، وبدأ بالأهم. يا بني أقم، وقلنا دائما أقم يقيمون، وذلك إذا سرحت في الصلاة تذكر أنك الآن تؤدي، لكن أنت لست تقيم الصلاة، ينبغي أن تقيم الصلاة. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أيضا واصبر. وش اصبر على إيش؟ لأن الذي يأمر وينهى لابد أن يؤذى، واللي ما يؤذى ترى ما هو بأمر حقيقي، لابد من الإيذاء. وإن ذلك من عزم، من عزم الأمور. ما معنى عزم الأمور؟ يعني من الحزم. إذا أردت أن تشوف شخص حازم في دينه، صادق، تراه مقيم للصلاة، ها، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، صابر، صابر، فإذا وجدت فيه هذه الصفات فهو حازم، عازم، جاد، هذا أخذ الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إن ذلك من عزم الأمور. ولعل هذا الحقيقة فيه بشارة لإخواننا
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إذا تحلوا بصفة إقامة الصلاة، وبما يأتي في الدرس القادم من مسألة الملاحظة في 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 تصرفاتهم مع الناس، إذا لاحظوا هذا الأمر كانوا إن شاء الله ممن بشرهم الله عز وجل بأنهم أخذوا هذا الدين بحزم وعزم، يعني بإرادة عازمة جازمة. الله عز وجل قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولا بد من الصبر، ولا بد أيضا من الصبر معه، يعني كل موطن يأتي صبر تقوى، صبر عفو، يعني بعض الأحيان الصبر مع اللي يحسن إليكم ما تعفو عنه يأثر في نفسك، فإذا وجد صبر وعفو جميل، وإذا يوجد أيضا مع الأعداء صبر تقوى، إن تصبروا وتتقوا ما يضركم كيدهم، لا يضركم كيدهم شيئا. فينبغي للإنسان أن يتحلى بهذه الصفات. إذن هو أمرهم في وصاياه الوصية الأولى بالحذر من الشرك، وهذا أعظم الظلم وأكبره، وثم حذر من أصغر الظلم وهو إن تك مثقال حبة يأتي بها الله على أي مظلمة مع الناس، وخاصة بما يخص جانب العباد، وجانب العباد أخطر. حق الله مبني على المسامحة، وحق العباد مبني على المشاحة، فينبغي الإنسان أن يدقق ويحقق في هذه المظالم وإن كان مثقال حبة من خردل، فإن الله عز وجل يأتي بها. وكذلك أيضا في جانب العمل، أساس العمل أن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويعلم أنه بهذا الطريق قد يصاب بأذى، فلا بد له أن يصبر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.